أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مر معنا في الدرس الماضي الحمد لله تعالى الحديث الموجز المختصر حول نشأة الفلسفة في العصر اليوناني، ثم انتقالها إلى الشمالية أفريقيا، جنوب البحر الأبيض المتوسط، ثم بعد ذلك ضمورها في المناخ الغربي وظهورها في المناخ الإسلامي، وملابسات ظهورها في المناخ الإسلامي في القرن الثاني الهجري وردود الأفعال عليها، ثم تكونها وتبلور مدارسها الأساسية وصولا إلى مدرسة الحكمة المتعالية. وقد رأينا أن سماحة الشيخ اليزدي حفظه الله تعالى قد حاول أن يقدم صورة ناصعة عن الفلسفة الإسلامية، ولم يشر إلى أي نقطة ضعف كانت موجودة في هذا السياق على مستوى المدارس الكبرى التي ظهرت في الحقبة المتأخرة. في هذه الفترة الآن نحن تركنا الغرب بعد قرار جوستينيان بإقفال الجامعات والمدارس الفكرية والمعاهد العلمية في القرن السادس الميلادي. رأينا أننا تركنا المنطقة هناك ثم انتقلنا إلى المنطقة الإسلامية. الآن سوف نعود إلى الغرب مجددا لنرى ما الذي حصل بعد قرار السلطاني الإمبراطوري الملكي أن شئت فعبر بإيقاف الجامعات وانهيار الفلسفة والفكر الفلسفي والعلمي في بلاد الغرب. في هذه الفترة بعد هذا القرار الذي كان قد جاء على خلفية دينية أيضا سياسية دينية في مواجهة أهل العلم، بدأ ما نسميه بالقرون الوسطى التي استمرت قرابة 1000 عام تقريبا، أي منذ القرن السادس الميلادي إلى القرن السادس عشر تقريبا الميلادي. أيضا فترة القرون الوسطى هذه ظهر فيها ما نسميه الفلسفة المدرسية سكولاستيك، وهذه الفترة سيطرت فيها الكنيسة سيطرة تامة وقدمت أفكارها على أنها أفكار مقدسة ونهائية. في هذه الفترة بالذات، في بدايات هذه الفترة، إذا أردنا أن نكون دقيقين، يعني بدايات القرون الميلادية، كان بشكل عام العقل المسيحي يحاول أن يطرح الفكر المسيحي وفقا للأصول الأفلاطونية والأفلوطينية، يعني فكر أفلاطون والأفلاطونية المحدثة، وكان هذا هو المسيطر تقريبا، ولم يكن فكر أرسطو الذي يقدر على أن يخترق هذا الجدار السميك في الفكر المسيحي في القرون الميلادية الأولى. من هنا ظهر القديس أغسطين الذي توفي عام 430 للميلاد، وقدم الفكر المسيحي والعقل المسيحي وفقا للأفلاطونيات وللفكر الأفلاطوني. حاولت الأفكار الأرسطية أن تنفذ في الفكر المسيحي إلا أنها ظلت عاجزة، لكن فتح الأندلس من قبل المسلمين أدى شيئا فشيئا إلى دخول الأفكار الفلسفية لابن سينا ودخول الأفكار الفلسفية لابن رشد فيما بعد، وهكذا إلى دخولها إلى بلاد الغرب. وحيث أننا نعرف أن فترة أن فكرة ابن سينا وفلسفة ابن رشد هي فلسفة مشائية، إذن فمن الطبيعي أن تكون محملة بأفكار أرسطو. لهذا فقد كان نفوذ الفلسفة الإسلامية في فترة الأندلس التي كانت فلسفة مشائية، أدى نفوذ الفلسفة الإسلامية إلى بلاد الغرب أوتوماتيكيا وتلقائيا إلى نفوذ الفلسفة الأرسطية. أي إن الفلسفة الأرسطية التي لم تستطع اقتحام المناخ العلمي المسيحي مباشرة لصالح الفلسفة الأفلاطونية التي كرسها القديس أغسطين، استطاعت هذه المرة، أي فلسفة أرسطو، استطاعت أن تنفذ في العقل المسيحي من خلال الفكر الإسلامي نفسه. وشيئا فشيئا بدأ الفكر الأرسطي والعقل الأرسطي ينفذ في الساحة المسيحية في أواخر الألفية، في أواخر الألفية الأولى للميلاد، إلى أن وصل الحال مع الفترة، لم نقل فقط أنه نفذت فيها الأفكار الأرسطية، بل صار الفكر المسيحي قائما على العقل الأرسطي، واستبعد تماما تقريبا العقل الأفلاطوني، وحل محله العقل الأرسطي تماما، وصارت النظريات الأرسطية هي المهيمنة على تفسير العلماء المسيحيين للنصوص المقدسة.
وكانت هذه بمثابة تحول كبير بلغ أوجه مع القديس توما الأكويني الذي توفي عام 1274 للميلاد، أي في القرن الثالث عشر الميلادي. إذن هذا التحول الجذري بعد دخول الفلسفة الأفلاطونية إلى الفكر المسيحي، ثم بعد ذلك دخول الفلسفة الإسلامية إلى الفكر المسيحي حاملة معها العقل الأرسطي، ثم سيطرة العقل الأرسطي على الفكر المسيحي، أدى إلى ما نسميه الظهور وإلى تكريس ما سمي بالفلسفة المدرسية في تلك الفترة. طبعا في هذه الفترة، أي فترة الألفية ما بين بدايات القرون الميلادية الأولى إلى بدايات القرون الميلادية في الألفية الثانية، هذه الفترة لم تشهد ازدهارا فلسفيا في الغرب، ولا نقول بأنها شهدت مراوحة، بل شهدت تراجعا في الفكر الفلسفي. فلم يظهر فلاسفة كبار في هذه الفترة، لا في داخل الكنيسة المسيحية ولا في محيط هذه الكنيسة أو في المناخ المسيحي بشكل عام. فظهرت شخصيات قليلة محدودة معينة، وكان لها بعض الأفكار الفلسفية المتميزة، لكن السمة العامة على هذه الألفية معروفة بالقرون الوسطى كانت سمة ركود، بل سمة تراجع وانحطاط ومراوحة. هذه الفلسفة المدرسية صارت تشتمل على كل العلوم الحقيقية بالإضافة العلوم التواضعية، أي العلوم الأدب والنحو والمعاني وما شابه ذلك. هذه المرحلة إلى القرن الثالث عشر الميلادي، هذه فترة القرون الوسطى وفترة السيطرة الكنسية. بعد ذلك بدأ عصر النهضة، بدأ العصر الذي بدأت فيه التساؤلات تظهر في الغرب. ما الذي استجد؟ استجدت عمليا عدة أشياء. أولا، في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ظهر مذهب فلسفي يطلق على نفسه اسم المذهب الاسمي، نومناليزم. المذهب الاسمي هذا كان يعتقد أنصاره بأنه لا وجود للكليات، يعني ما في عندنا شيء اسمه كلي، ولا يوجد إلا الجزئيات، فلا يوجد إلا الأسماء، والأسماء تشير إلى مسميات محددة في الخارج. إذن إنكار الكلي، هذا الحدث الذي وقع في نهايات يعني العصر المسيحي، إذا أردنا أن نقول هذا الحدث الذي وقع، ليس في النهايات لك بداية النهايات، هذا الحدث الذي وقع سدد ضربة قاسمة للفكر الفلسفي. لماذا؟ لأنك حينما تلغي الكلي فأنت تلغي العملية التعقلية، أي تلغي التعقل والعقل التجريدي بإلغائك الكليات، وتجعل الإنسان في حركة تعامله مع الأشياء يتعامل فقط مع الأحداث الجزئية، ويتعامل فقط مع واقع جزئي محدد، يتعامل مع اسم ومسمى خارجي، ولا توجد هناك تلك الأسماء الكلية، ولا توجد هناك القضايا الكلية التي ينبغي للفلسفة أن تبحث فيها. هذا التطور الأول الذي حصل في بداية عصر النهضة، ظهور المذهب الإسمي المنكر للكليات والمعتقد بالجزئيات فقط، وهذا ساعد على المزيد من تدهور الوضع الفلسفي في بلاد الغرب. هذا الحدث الأول. الحدث الثاني، الهجوم العنيف الذي شن لفترة طويلة أيضا خصوصا في جامعات باريس، الذي شن على طبيعيات أرسطو. فكل الفكر العقل الطبيعي لأرسطو القائم على نظرية الحركة وعن نظرية الأفلاك وكيفية التقسيم العالم، كل هذا الفكر تعرض لهجمات عنيفة، شنت عليه هجمات عنيفة فتضعضعت طبيعيات أرسطو. إذن بدأ يهتز أرسطو أيضا هنا. هذا الأمر الثالث الذي حصل في بدايات عصر النهضة. الثاني، الأمر الثالث الذي حصل، الصراع الذي بدأ يظهر، وهذا أدى إلى تضعضع الوضع في الغرب، الصراع الذي بدأ يظهر بين العلم والدين. فمن جهة العلماء بدأوا يكتشفون أشياء تخالف الموروث، ومن جهة المتدينون المسيحيون الذين حصروا تفسير الكتاب المقدس بطبيعيات أرسطو وبفلكيات بطليميوس، هؤلاء رفضوا أيضا هذه الأفكار واتهموها بالزندقة والهرطقة، كما هو التعبير السائد عندهم، مكان الابتداع عندنا الهرطقة عندهم. فإذا هذا بدأ يتهم هذا بالهرطقة والابتداع، وهذا بدأ يتهم هذا بالجمود والتقليدية، فنشأ الصراع الدامي بين الدين وبين العلم. هذا حدث ثالث أيضا ظهر في بدايات عصر النهضة، وأدى هذا الصراع، طبعا هذا الصراع الحامي بين الدين والعلم، أدى إلى ظهور، يعني أخذ إفرازاته الأخيرة في ظهور المذهب البروتستانتي، أي حركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية في بلاد الغرب. الأمر الرابع،
إذا صار عندنا أولاً ظهور المذهب الإسمي ودوره في توجيه ضربة قوية للفكر الفلسفي التعقلي القائم على الكليات. اثنين، الهجمات العنيفة التي بدأت تسجل على طبيعيات أرسطو، فبدأ أرسطو يتضعضع في مكانته. ثلاثة، ظهور الانقسام الحاد والصراع الدامي بين المثقف والفقيه إذا جاز العلم القول، أو بين العلم والدين، والإفراز النهائي تحول إلى المذهب البروتستانتي. هذا ثلاثة. أربعة وأخيرا، ظهور الاتجاه الإنساني، المذهب الإنساني، هيومانيزم، ظهور المذهب الإنساني، أي صار هناك حالة عارمة للاهتمام بالإنسان، وأن هذه القضايا كلها لا فائدة منها، الدين والغيبيات والميتافيزيقيات والتحليلات والفلسفات كلها، المهم وضعي أنا كإنسان. فصار هناك اتجاه كبير للمطالبة بوضع الإنسان والاهتمام بالإنسان مقابل فترة ألف عام من الظلم ومن القهر. فالاهتمام اتجه هذه المرة إلى ماذا؟ إلى الملف السياسي، واتجه إلى الملف الاجتماعي، واتجه إلى الاقتصاد، واتجه إلى التربية وما شابه ذلك من القضايا. إذن هذه العناصر الأربع، ظهور المذهب الإسمي، بداية النقد لطبيعيات أرسطو، بداية الصراع بين الدين والعلم ونهايته بالمذهب البروتستانتي، والنقطة الأخيرة التي هي عبارة عن ظهور الاتجاه الإنساني في الغرب، هذا أدى إلى تراجع مجدد للوضع الفلسفي وبداية تضعضع للمكانة التي كان يملكها تملكها الفلسفة الأرسطية في الغرب. انتهى بانهيار الفلسفة المدرسية، يعني هذا الوضع انتهى بانهيار الفلسفة المدرسية، وانهارت معها أيضا الأفكار الكنسية، لأنها كانت قد حصرت نفسها ورهنت مصيرها بالتصورات الأرسطية في الطبيعيات وفي غير الطبيعيات. استمر الوضع على هذا، على هذه الحال، يعني ازدادت أوضاع الكنيسة إحراجا. كوبرنيكوس وبعده أيضا كيبلر وبعده أيضا غاليليو غاليلي الذين جاءوا وأطاحوا بفلكيات بطليميوس أو ما يعرف ببطليموس بطليميوس وبطبيعيات أرسطو. هذا أي كوبرنيكوس طرح محورية الشمس بعد أن كانت الأرض هي المحور في فلكيات بطليميوس، وشنت الهجمات أيضا عن نظرية الحركة التي كان يقول بها أرسطو من قبل كيبلر، واستعيض عنها بنظرية جديدة في الحركة. إذن هذا التضعضع بدأ يتواصل في القرن الرابع عشر الميلادي أو في القرن الخامس عشر الميلادي، وأخذت تنهار تلك الصور الراسخة الموجودة في الفكر الغربي عموما. طبعا بذلت الكنيسة جهودا عملاقة واستمرت تناضل لبضعة قرون وليس لسنة أو سنتين أو ثلاث، ومارست القمع والإرهاب والتنكيل بحق العلماء، وطبعا كانت تعتذر بين الفينة والأخرى، مثل غاليليو غاليلي الذي حكمت عليه بالإعدام ثم فر فمات في منفاه ومكان فراره، ثم بعد عدة عقود أعلنت الكنيسة اعتذارها لأن نظريته تبين أنها قطعية وانتهى النزاع حولها، فأعلنت اعتذارها من هذا الموضوع، واستمر مسلسل التصارع والاعتذار التصارع والاعتذار إلى أن اعتذرت الكنيسة نهائيا قبل قرنين تقريبا من كل الحقبة التي مرت، وأعلنت أنها فتحت صفحة جديدة للخروج من هذا المأزق. إذن النتيجة ماذا كانت؟ نتيجة كان ظهور المذهب الإسمي، ظهور المذهب الإنساني، الصراع بين الدين والعلم، الهجمات على فلكيات بطليميوس وطبيعيات أرسطو، النتيجة كانت انهيار الفلسفة المدرسية ومعها انهارة العقائد الدينية المسيحية. طيب حال هذا الوضع سوى مشكلة كبيرة جدا في بلاد الغرب. هذا الوضع فعم تحكي الآن أنت بالقرن الخامس عشر السادس عشر، يعني من الثالث عشر إلى الخامس عشر السادس عشر، أنت عم تحكي عن وضع مأزوم، عن انهيار لفلسفات عملاقة، عن انهيار لأسس دينية هائلة. هذا أدى إلى ظهور مذهب الشك المجدد، أدى إلى حالة فقدان الثقة بكل شيء. طيب يعني من أين إذا كانت نظريات بطليميوس التي استمرت يعني قرابة 1200 1300 1400 عام مسيطرة على الفكر بأجمعه، إذا كانت طبيعيات أرسطو مسيطرة، وإذا كانت الديانة المسيحية قد بنت تفسيرها للنص المقدس على هذه الفلسفات، فإذا ما الذي يمكنني أن أثق به بعد ذلك؟ مسلسل الانهيارات في النظريات بدأ يتتالى، فإذا ما الذي يمكن أن أصنعه بعد ذلك على مستوى الثقة والإطمئنان؟ لا يمكن صنع شيء. حتى أن الفلاسفة أنفسهم والمفكرون أنفسهم ماذا فعلوا؟ قالوا نحن حتى لا يمكننا الثقة بنظرية كوبرنيكوس نفسها التي الآن صارت هي المهيمنة، إذ ما الذي يدرينا أنه بعد عدة عقود أو ربما عدة قرون أو ربما ألفية أخرى تنهار أيضا نظرية كوبرنيكوس ولا يحصل لنا يعني ما يوجب البرهنة عليها بشكل سليم.
إذن عاد الآن مذهب الشك مجددا. شوفوا كيف السياق التاريخي صار. ذاك المذهب الشك الذي ظهر في أوروبا نفسها قبل الحكماء الثلاثة نتيجة سيادة منطق الجدل والمغالطة والمحاماة والخطابة وما شابه ذلك، ها هو الآن يعود بعد 2000 عام، يعود مجددا تحت ضربات حالات الانهيار الفكري التي حصلت في الفلسفة الأرسطية والتي حصلت في الديانة المسيحية. عاد الشك مجددا، والشك كارثة، لأن الشك يترك آثار سلبية كبيرة، وهذا بالفعل ما حصل في الغرب. مثلا أول أمر يتركه الشك حالة العذاب النفساني التي يعيشها الشك، وهذه تؤدي إلى توتر نفسي وتوتر اجتماعي أيضا في المجتمع. كما يقول العرفاء، يقول العرفاء إن الإنسان إذا سلك سبيل العرفان سيكون قد مر بثلاثة مراحل في حياته. المرحلة الأولى اليقين، لكنه اليقين القائم على أنه جاهل، فهو يجهل ويظن نفسه أنه يعلم ولا يدري أنه لا يعلم. هذا حال عوام الناس، متيقن قاطع، أصلا ما عنده نقاش، الأمور واضحة عنده، لكن واضحة عنده لأنه لا يعلم شيئا. إذا ارتفع الإنسان خطوة نحو المرتبة الأخرى دخل في عالم التعقل، عصفت به الشكوك كالفلاسفة والمتكلمين، عصفت به الشكوك، عصف به الخوف والرعب من الاحتمالات الكثيرة، هذا ينتقد، هذا ينسف، هذا يبنى، هذا يعود، هذا يموت. هذا الشك يبدأ هنا، هذا الذي حصل في الغرب، حالة الشك بسبب سيطرة الانتقادات وسيطرة النزعة التعقلية والفكرية بشكل عام. طبعا العرفاء يقولون هناك سبيل آخر، أكمل معنا نحو العرفان ستعود إلى اليقين، لكن اليقين الذي يعلم وهو يعلم حقا، لا اليقين الذي يجهل ويظن نفسه أنه يعلم. هذا بصرف النظر الغرب ما صار فعلا نعوفها في هذه القضية الآن، لكن أول مشكلة أدت يعني أفرزتها موجة الشك هذه حصول حالة من العذاب النفسي الذي يترك اضطرابا على الحالة الفردية للأشخاص وعلى الحالة الجماعية أيضا. المشكلة الثانية أيضا إنكار قيمة المعرفة، كما سيأتي بحث قيمة المعرفة إن شاء الله. أصلا أنت تنكر قيمة المعرفة، إذا أنا الآن لا أستطيع أن أجزم بقيمة لمعرفة ما، إذا ما الذي يدفعني نحو الأمل بالعلوم والمعارف؟ إذا الحماس نحو المعرفة سوف يموت تدريجيا، سيؤدي ذلك إلى حالة من الإحباط العام، وهذا سيسدد ضربة للعلوم أيضا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث انهيار القيم الأخلاقية، لأنه عندما لا يحصل يقين بأي شيء ما، من الممكن حين أن يكون الصدق كذبا والكذب صدقا، الصدق قبيح والكذب حسن. ليس هنا تظهر مفاهيم النسبية، لا نعرف شيئا، نحن حتى الآن نعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح، لكن ما الذي يضمن لي أن هذه القيم الأخلاقية أيضا في مكانها وليست حماقات؟ إذن ستنهار منظومة القيم الأخلاقية. الأمر الرابع أيضا الذي سيترك أثره في أوروبا على بسبب موجة الشك هو العقائد الدينية، لأن العقائد الدينية باعتبارها ميتافيزيقية ستلقى النصيب الأكبر من موجة الشك، وهذا بالفعل ما حصل في أوروبا. الأمر الأول التضعضع النفسي الذي يظهر على العلماء في كتاباتهم، وحالة العذاب النفسي والريبة والشك والصراع. الأمر الثاني انهيار منظومة العلوم، يعني حصول شك في العلوم وهذا يؤدي إلى ارتباكات. الأمر الثالث انهيار منظومة القيم الأخلاقية، وهذا أيضا حصل في الغرب. والأمر الرابع هو انهيار منظومة القيم الدينية والقيم العقائدية، وهذا ما أدى إلى حالة من الفراغ الكبير في المجتمع الغربي عموما. طيب في لازم يصير في مواجهة بالفعل، بالفعل هذه الأزمات الأربع التي عصفت بالغرب بعد يعني في عصر النهضة حاول العلماء أن يواجهوها، فظهر فريقان، علماء الدين والفلاسفة. علماء الدين حاولوا أن يعيدوا الطمأنينة إلى النفوس، لكن ما الذي فعلوه علماء الدين المسيحيين هذه الفترة؟ انسحبوا من موقع العقل، يعني أمروا بإعادة انتشار القوات المسلحة لأهل الدين، وقالوا فلننسحب من مساحة العقل كليا، ويصبح الإيمان، يصبح الدين إيمانا وقلبا، وهذا الذي ما زال حتى الآن مسيطرا على الفكر الغربي تقريبا. إذن خلونا نترك هذا المجال التحليلي والفلسفي وما شابه ذلك لفهم النصوص. النص ليس فيه جواني الإخبارية أصلا، النص فيه دعوة للإيمان، النص فيه ارتباط مع الله تعالى. إذن هذا أول شيء ليحموا العقائد الدينية. ماذا فعلوا؟ انسحبوا من موقع العقل، فتركوا العلوم تسرح وتمرح هناك، وجعلوا نفسهم في حماية ومنأى عن العواصف التي تهب من هذه الجهة أو من تلك الجهة. هذا أول خطوة قام بها علماء الدين المسيحيون، الانسحاب من موقع العقل وإعادة بعث الطمأنينة في النفوس من خلال موقع الإيمان
وموقع القلب. هذه خطوة. الخطوة الثانية كانت الخطوة الفلسفية. إذ ظهر جماعات من الفلاسفة في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي تحاول أن تعيد التوازن إلى اليقين الذي سددت له ضربات قوية بعد عاصفة الشك التي ظهرت. طيب ماذا فعلوا؟ جاء ديكارت. جاء ريني ديكارت لكي يعيد النفس إلى مدرسة اليقين. فعصف به الشك هو نفسه لمدة نصف قرن تقريبا على ما تقول بعض يعني الكلمات التاريخية، ثم بدأ يظهر عنده اليقين. فقال أنا أفكر إذن أنا موجود، وبتعبير أدق أنا أشك إذن أنا موجود. قال لماذا؟ قال لأنني مهما شككت في شيء فلن أستطيع أن أشك في شكي، لأنه كلما ازداد شكي في شكي كان ذلك دليلا على وجود شكي. فانطلق من الصفر، من هذه النقطة. قال علي أن أنطلق من النقطة أنا على يقين منها وهو شكي، لأن شكي لا أستطيع أن أنفي عن نفسي. إذ أنا مهما شككت في شكي فإن شكي في شكي سوف يؤكد لي شكي ولن ينفيه، لن يزعزع شكي في شكي، لن يزعزع شكي، بل سيزيدني اطمئنانا ويقينا لوجودي. فانطلق من الشك فأثبت النفس التي تشك، ثم بعد ذلك طرح نظر كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، طرح نظرية المعرفة الفطرية. فقال إن الإنسان معرفه عنده مجموعة من المعارف الفطرية التي تولد معه، مثل فكرة الله، مثل فكرة النفس، ومثل هذه الأفكار الامتداد إلى آخره. فإذا النتيجة أننا بدأنا نؤسس لقاعدة فلسفية مضمونة الصدق، يعني مجموعة من المعارف الفطرية التي طرحها ديكارت وقال بأنها مضمونة الصدق، والتي انطلق فيها من فكرة الشك ليثبت النفس، ثم بعد ذلك ليثبت الله سبحانه وتعالى. فإذا لماذا؟ قال لأن الله لا يمكنه أن يثير في داخلي أشياء على نحو المخادعة. فأثبت الشك فالنفس فالله، ومنه أثبت الواقع الخارجي بالطريقة طبعا التي يعني حاول أن يسير بها ديكارت. جيد جميل. إذا ديكارت اليوم شو عمل بالقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي؟ بدأ تعود النفس إلى مدرسة اليقين، وبدأ الاستقرار على الصعيد الفلسفي بعد أن كان الاستقرار على الصعيد الديني قد بدأ مشروعه مع فك العقل عن القلب. جميل جدا. تابع مجموعة من الفلاسفة أفكار ديكارت، مال برانش، سبينوزا تابعوا أفكار ديكارت بشكل جيد، ليبنتس أيضا تابع أفكار ديكارت، ما كان في مشكلة. صارت في شروح على مدرسة ديكارت، ترسخت هذه المدرسة لعقود، وبدأ تحل الطمأنينة في المناخ الفلسفي العالمي. لكن الذي حصل أمرين ما ساعدوا ديكارت على ما فعل. الأمر الأول أن ديكارت لم يأتي بمنظومة فلسفية كاملة، يعني ما فيك تقول ديكارت عطى منظومة للوجود بأكمله، بخلاف مثلا تحكي فلسفة ابن سينا أو فلسفة صدر المتألين الشيرازي أو فلسفة ابن رشد. حاول أن يحل إشكالية أساسية، هي إشكالية اليقين في مقابل الشك في كل شيء، فلم يستطع بناء منظومة فلسفية كاملة راسخة ومن ثم يتكئ عليها للانطلاق إلى مشروع جديد. الأمر الثاني الذي ما ساعد الجو الفلسفي عموما هو يعني الموجة العارمة من البحث في الطبيعيات، يعني لم يعد هناك اهتمام بالفلسفة. يعني استحلها ديكارت ولا ما أحلها هو حر بعد، نحن بهمنا علوم الفيزياء والكيمياء والفلكيات وكذا، هذه اكتشفنا فيها أشياء وصرنا مطمئنين منها، هذه الذي تقولونها وأنتم انتهينا من تبرير الفلسفي لقيمة المعرفة التي نتوصل إليها. ما كان فيه اهتمام، هذا الملف أصلا الناس ملت منه، ملت من التفكير الفلسفي أصلا عموما، كما ملت من التفكير الديني. تعالوا إلى المعطيات العلمية وتعالوا إلى المعطيات الإنسانية. فإذا نحن مع المذهب الإنساني من جهة ومع المعطيات العلمية من جهة أخرى، أما التبرير الفلسفي، التقعيد الفلسفي، بناء تفسير للعالم وفق الأسس الفلسفية، هذا نحن لا شأن لنا به. هذا أيضا أدى إلى عدم تحول فكر ديكارت الفلسفي إلى تيار جارف في العقل الغربي، لكن مع ذلك أثبت حضورا قويا في هذا المجال. لم يمض قرن رغم هذا، يعني هذه الحالة التي كان عليها الفكر ديكارتي، رغم هذه الحالة لم يمض قرن إلا وعادت موجة الشك، لكن هذه المرة بطريقة أخرى تضرب بأساسيات فكر ديكارت. هنا ظهر المذهب التجريبي والمذهب الحسي. مذهب التجريبي والمذهب الحسي الذين قالوا، المعروفين بأمبريزم، الذين قالوا لا وسيلة للمعرفة إلا الحس، وما ذكره ديكارت في المعارف الفطرية كله هراء في هراء. الوسيلة الوحيدة للمعرفة هي الحس،
والمنهج الوحيد للاستدلال هو التجربة. انتهينا. بدأت هذه الأفكار تظهر، هوبز بدأ يتحدث، جون لوك ظهر، ديفيد هيوم ظهر، جورج بيركلي ظهر، هذه الشخصيات ظهرت وحاولت أن تكرس الاتجاه الحسي التجريبي. تكرس الاتجاه الحسي التجريبي بشكل أو بآخر في هذا المجال، وصارت له سيطرة وصار له نفوذ. طبعا جورج بيركلي كان شوي فينا نقول رغم مثاليته المفرطة، لأنه كان ينكر الواقع الخارجي، يقول ما في شيء برا، ما في شيء، إلا كان يقول أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك، هذا هو الوجود. الوجود أن تكون مدركا إذا أنت موجود، أن تكون مدركا إذا أنت موجود. والمدرك ما هو؟ لست أنت المدرك، وإنما الصورة هي المدركة. فإذا لا وجود إلا للنفس وصورها. طبعا بعدين أثبت وجود الله سبحانه وتعالى ببرهان أقامه. طيب عال رغم مثاليته لكنه كان قريب شوي لمدرسة اليقين، لأنه كان شوي يميل إلى مذهب العلية، ما كان عنده هذه المشكلة الكبيرة. أما ديفيد هيوم فقد كان مخلصا تماما للاتجاه الحسي، أنكر قاعدة العلية وقال لا يوجد علية، كل ما هو موجود هو تداعي المعاني وقانون العادة، ما عندنا شيء قانون العادة. فكان حتى النهاية مفرطا في ضرب أساسيات ما طرحه ديكارت من قبل من مفاهيم مثل العلية والنفس وغيرها وغيرها وغيرها، إلى أن جاء كانت في القرن التاسع عشر، يعني الثامن عشر التاسع عشر الميلادي. كانت طبعا كان يقول بأنني يعني استفدت، عنده عبارة يقول أنا استفدت كثيرا، لقد يعني أيقظني ديفيد هيوم من يعني غفوة دعاة اليقين، هذول أيقظني منهم، هذول جماعة كانوا نومين نتنويم مغناطيسي، أيقظني منهم ديفيد هيوم. فجاء كانت ليحاول أن يؤسس هذه المرة مذهبا فلسفيا قويا يقوم من جهة على تماسك ويقوم من جهة على تضعضع. فقال العقل النظري أي الذي يبحث في الفلسفة الميتافيزيقية لا قيمة له، ولن نستطيع بأي برهان الوصول إلى الحقائق النظرية الفلسفية، أما العقل العملي أي الذي يحكم في القيم الأخلاقية فهو الأصل، ونحن بالعقل العملي بالحاجة إلى نظام أخلاقي أثبتنا وجود الله وليس بالعقل النظري. يعني حاجتنا إلى وجود الله حاجة أخلاقية، فنحن ملنا إلى الله لحاجتنا إلى إحكام النظام الأخلاقي، ولم نمل إلى الله لأن العقل برهن لنا على وجود الله تبارك وتعالى. فهو من جهة كانت ماذا فعل؟ أحيا النظم الأخلاقية في الغرب، يعني ساعد على ردم هذه الأزمة الأخلاقية التي كانت موجودة، لكنه من جهة أخرى أكمل الضربة في الفلسفة الميتافيزيقية والفلسفة النظرية. إذن في هذه المسيرة من ظهور ديكارت ثم محاولة التجريبيين بأعمدتهم الثلاثة جون لوك وباركلي وديفيد هيوم تسديد ضربات إلى مقولات ديكارت والمعرفة الفطرية والأسس العقلية للمعرفة، ثم مجيء كانت ليبني منظومة فلسفية أكبر بكثير من المنظومات السابقة عليه والتي ما يزال لها حضور كبير جدا إلى يومنا هذا، عبر تقسيمه الحقول المعرفية إلى حقل عملي وحقل نظري، وإلغاء القيمة المعرفية للحقل النظري وتركيزه القيمة على الحقل العملي. إلى هنا وصلنا إلى بدايات القرن التاسع عشر. هذه هي المسيرة التي سارت عليها الفلسفة الغربية منذ بدايات القرون الميلادية الأولى إلى بدايات عصر النهضة، إلى موجة الشك الجديد، إلى النزعة الديكارتية اليقينية، إلى الارتداد على نزعة ديكارت، إلى محاولة كانت إعادة لملمة الموضوع بإنشاء نظام فلسفي أفضل وأجود وأحسن حالة من الأنظمة الفلسفية التي سبقته. أما ما الذي حصل بعد كانت؟ ما الذي استجد بعد في مستجدات مهمة جدا بعد كانت؟ الذي استجد بعد كانت أشياء سوف يأتي المصنف على التعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا تقريبا تمام الموضوع المترتب في هذه القضية. لا بأس أن نشير إلى بعض الإشارات الطفيفة. القديس أغسطين توفي عام 430 للميلاد، طبعا هو على ما يقال جزائري، كثير منهم كانوا من شمال أفريقيا هذول. توفي القديس أغسطين في صفحة 24 عام 430 للميلاد. النقطة الأخرى التي أردت أن أشير إليها كوبرنيكوس، نيكولاس كوبرنيكوس، متوفي 1543 للميلاد، وهو الذي نسف نظرية مركزية الأرض كما قلنا، وأسس نظرية مركزية الشمس في الفلك. ومركزية الأرض كانت هي العماد الذي قامت عليه نظريات بطلينيوس المعروف ببطلينوس. كيبلر، طبعا هي يوضع لها ياء هنا حاطين كيبلر، كيبلر المتوفي سنة 1630، يوهانس كيبلر 1630
للميلاد، وكان من أتباع مدرسة كوبرنيكوس، وهو الذي وضع القوانين التي تصف حركة الكواكب، يعني فصلها تفصيلا في هذا المجال، طبعا وفقا لأساسيات مركزية الشمس وضع تلك القوانين. أما جاليليو، وهو جاليليو جاليلي المتوفى سنة 1642 للميلاد، فهو الذي أبطل نظرية الحركة عند أرسطو، واكتشف كروية الأرض، ويعني تابع النظريات التي طرحها كوبرنيكوس في هذا المجال. أما بالنسبة إلى فلكيات بطلميوس اللي متوفي بطلميوس سنة 161 للميلاد، بطلميوس اسمه كلاوديوس بطلميوس، قيل أنه مصري وقيل هو يوناني على خلاف بينهما. كان له عدة طروحات، منها الأطروحة الفلكية الرياضية التي اختصرها ونقحها فيما بعد ابن سينا فيما عرف بمختصر المجسطي فيما كتبه، وكان له أطروحات في الجغرافيا، وكان له الأطروحة التنجيمية الفلكية المعروفة التي تحدث فيها عن نظام العالم ومحورية الشمس وعدد الأفلاك السبعة وحركة الكواكب التي مشت عليها الفلسفة الإسلامية لقرون طويلة. هذا فقط من باب الإشارة إلى بعض الأشخاص في هذا المجال، حتى يعني نحدد بعض المعلومات الشخصية عنه. لا بأس بقراءة الخلاصة. الخلاصة: في القرون الوسطى كانت تدرس مجموعة من العلوم في المدارس التابعة للكنيسة المسيحية، وهي تشمل اللغة والأداب طبعا إلى جانب العلوم الحقيقية، وكانت تسمى بالفلسفة المدرسية سكولاستيك. إن تناول المباحث العقلية في هذه المدارس كان غالبا لتبرير العقائد التي تتبناها الكنيسة على أساس أنها العقائد المسيحية، يعني المنهج منهج دفاعي، هذا الذي يسجله النقاد اليوم على علم الكلام، أنه يجب أن نتخلى عن المنهج الدفاعي في هذا المجال. ولو أنها لم تكن خالية من الانحراف والتحريف، وحسب ما نعتقد نحن فإن بعضها كان مناقضا تماما للحقائق التي جاء بها السيد المسيح. 3. إن اختيار المباحث الفلسفية كان يتوقف على رأي زعماء الكنيسة، ولهذا كانت آراء أفلاطون والأفلاطونيين المحدثين هي التي تدرس غالبا ويتم تأييدها، وفي أواخر هذه المرحلة فقط اكتسبت نظريات أرسطو شيئا من الاعتبار، وغدا تدريسها مجازا بل تحولت إلى النظام الفكري السائد. منذ القرن الرابع عشر الميلادي بدأ عصر آخر في أوروبا رافقه تحول ثقافي وتغير أساسي في القناعات والقيم، ولهذا سمي بعصر النهضة أو الولادة من جديد. من النتائج السيئة لهذا العصر ضعف أسس الإيمان بالغيب والنفور من الدراسات العقلية الميتافيزيقية، وبعبارة أخرى انحطاط الدين والفلسفة. إن انهيار الأسس الفكرية والعقائدية قد أدى إلى اضطراب ديني وفلسفي وأشاع اتجاها خطيرا في الشك. لمقاومة هذا الخطر حاول أتباع الكنيسة أن يصونوا الدين عن طريق إبعاده عن العقل والعلم، ووصلوا إلى طبعا فيما بعد وصلوا إلى الإفراط عندما ظهر المذهب ما يسمى بالمذهب الإيماني، وهو المذهب الذي يقول إن كل ما يأتي في النصوص المقدسة لا يحوي جملا خبرية ولا يحكي عن واقع، وإنما هو عبارة عن صور تربوية لتربية الإنسان فقط. ومن هنا قالوا القصص الموجودة في الكتاب المقدس هي صور مسرحية تربوية للتربية، كما يقام وتأثر بذلك بعض المسلمين أيضا على مستوى القرآن الكريم. والتأكيد على طريق القلب، ولكن الفلاسفة كانوا يبحثون عن قاعدة رصينة للفلسفة والتعقل. في القرن السابع عشر الميلادي تفرغ ديكارت لإعادة صياغة الفلسفة، طبعا الفلسفة بشكلها اليقيني، وأعلن أن وجود الشك هو أول حقيقة يقينية، مهما شككت فيه فهو موجود، وأنه يستلزم وجود شك، إذن أثبت النفس، وجعل ذلك نقطة انطلاق له لإثبات سائر الواقعيات عبر نظريته المعروفة بالمعارف الفطرية. طبعا أنا أشك إذن أنا موجود، هذا الجدلية التي يعبر عنها كوجيتو الديكارتي. في أواخر هذا القرن شاع المذهب التجريبي في إنجلترا وتكامل خلال قرن من الزمن، وفي أواخر القرن الثامن عشر وصل إلى مصير النهائي وهو اتجاه الشك. طبعا اتجاه الشك بنظر المصنفة، لكنهم لا يعتقدون أنه من أنصار الشك، يعتقدون أنه من أنصار المعرفة، غاية الأمر أن المعرفة حسية تجريبية، هذا ما في الأمر، لكن المصنف باعتبار أنهم إزاء الميتافيزيقيات لا يقبلون بها فاعتبرهم من أنصار الشك. في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر أيضا أسس كانت، إيمانويل كانت، مذهبا فلسفيا جديدا في ألمانيا اعتبر فيه العلوم الرياضية والطبيعية علوما يقينية وعلمية، لكنه كان يعد المسائل الميتافيزيقية وغير التجريبية غير قابل للحل العلمي، طبعا إضافة إلى اعتقاده الكبير بالعقل العملي وقيامته للقيم الأخلاقية والمنظومات الأخلاقية في هذا
المجال. هذا تمام الكلام في الفترة الغربية بعد يعني منذ بدايات القرون الميلادية إلى قبل قرنين. وقد تحدثنا عن الفترة الإسلامية، وغدا سنتحدث عن القرنين الأخيرين ما الذي حصل فيهما على مستوى الفلسفة الغربية. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بعد سؤال وش؟ عندي أسئلة. خلينا ما مشكلة. متى بدأت مرحلة القرون الوسطى؟ القرون الوسطى تقريبا بدأت، يعني فينا نعتبر بدايات مرحلة القرون الوسطى هي القرن الرابع الخامس للميلاد. يعني المرحلة التي بدأ فيها الصراع بين الكنيسة وأهل الفلسفة، وبدأ تهجير الفلسفة والفلاسفة، وبدأ انهيار الإسكندرية. الرابع بعد الميلاد ما أدري تقريبا. واستمر هذا إلى فترة عصر النهضة اللي هو القرن الرابع عشر تقريبا. طبعا فيما يتعلق بالنقطة التي سألتموني عنها أمس، لا بأس بالإشارة. أولا إن الفرق بين علم الفلك الوارد صفحة 15 المدرج في إطار الطبيعيات صفحة 15، كل الطبيعيات تشمل بدورها علم الفلك والمعادن والنبات والحيوان، وتتشعب الرياضيات إلى الحساب والهندسة والهيئة. الفرق بين علم الفلك والهيئة هون كان مفترض أن يعني يوضح المقصود بعلم الفلك كما أشرت لكم في الجواب أمس، علم النجوم والأجرام السماوية. أما علم الهيئة لا، هو هذا الشيء المرتبط بالأشكال والدوائر وحركة الكواكب، لأن هذا مرتبط بالرياضيات أكثر من ارتباطه بالطبيعيات. بالنسبة إلى عدم وجود المنطقيات في الفلسفة النظرية، طبعا المنطقيات أول من أدخلها تقريبا الفارابي، ثم راجع في الفلسفة الإسلامية أدخل المنطقيات في العلوم الفلسفية، وإنما أبعدها أرسطو لأنهم كانوا يعتقدون وما زالوا، لكن لأجل هذا الاعتقاد أن المنطقيات ليست من العلوم الحقيقية، لأنها من العلوم الآلية، والعلوم الآلية ليست علوما بالأصل، هي مجرد آلات، هي مجرد آلات وصناعات، فلا ينبغي إدراجها في العلوم بحسب هذا طبيعة التقسيم هذا، لأن العلوم الحقيقية علوم ذاتية وليست علوم آلية لغيرها. فعلى هذا الأساس جعلت المنطقيات بمثابة المقدمة للفلسفة بأكملها حينئذ، ولم تدرج في الفلسفة النظرية. فوفق هذا التقسيم هذا هو السبب في هذه النقطة التي سألتموني عنها في الدرس الماضي.